اهلا بكم من جديد في اولى فقراتنا الحواريه. الاهلي في كل مكان دايما متعودين بيكون معانا نجومنا من ولاد النادي الاهلي اللي ليهم اسم كبير مع النادي الاهلي، ودايما بقول لكم جمله بقولها كل حلقه وبكررها، بقول لكم ان نسر الاهلي اللي بيرفرف وطاير في عنان السماء كل واحد بيشوف نجمه المفضل في النسر، كل واحد بيشوف في نسر النادي الاهلي النجم اللي بيحبه، نجم كورة، نجم ألعاب قوة، نجم سلة، نجم يد، نجم سباحة، كل النجوم على مر العصور. 24 إبريل 1907 111 سنة بطولات وإنجازات ونجوم أساطير في عنان السماء. النهاردة معانا نجم من النجوم اللي جت وأضافت لكرة القدم في النادي الأهلي، وأدى بشكل كبير جدا وتميز، وكان مهادف، كان هداف كبير جدا، قناص من عيار فريد، صعيدي من المنيا، شرفني ومنورني، وكان دايما مشرف النادي الاهلي. كابتن علاء ابراهيم شرفني ومنورني. اهلا ايهاب، طبعا سعيد بيك وسعيد بقناه الاهلي، وبقول للنادي الاهلي ومحبيه وجمهوره ومجلس ادارته ولاعبيه كل سنه والنادي الاهلي بخير وبطولات اكتر واكتر ان شاء الله. منورني ومشرفني. نشوف تقرير عن الكابتن علاء ونرجع نتواصل. علاء إبراهيم المهاجم القناص ابن محافظة المنيا، واحد من أبرز المهاجمين في الأهلي خلال 5 سنوات قضاها داخل جدران قلعة الجزيرة. لعب علاء إبراهيم بالفانيلة الحمراء 5 سنوات كاملة بداية من عام 97 إلى عام 2003، حقق خلالها الكثير من النجاحات والبطولات. كان هدافا كبيرا يشار له بالبنان، سجل 73 هدفا بقميص الأهلي في البطولات المختلفة، لكنه يتذكر بقوة مشواره مع الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2001، حيث كان هداف الفريق في تلك البطولة. جاء انتقال إبراهيم للأهلي بعد تألقه مع فريق المنيا ليوقع عقدا مع المارد الأحمر 5 سنوات قبل أن ينتقل للوحدات الأردني، محققا بطولتي الدوري والكأس إلى جانب الحصول على لقب هداف الدوري، ثم لعب لعدد من أندية الدوري المصري، لكن محطته الطويلة مع بتروجيت لا تزال عالقة بالأذهان. كان علاء إبراهيم هدافا خطيرا وصاحب تسديدات قوية، يجيد اللعب تحت الضغوط، لكنه رحل عن الفريق بقرار من الهولندي بومفرير، وحاول البرتغالي مانويل جوزيه إعادته للأهلي مرة أخرى، لكنه فشل في ذلك لارتباط علاء إبراهيم بعقود رسمية مع أندية أخرى. دائما ما يؤكد علاء إبراهيم أن الأهلي هو صاحب فضل كبير عليه، ويقدر بشدة قيمة القلعة الحمراء، يرى أن جماهير الأهلي لها مكانة كبيرة في قلبه، لا يزال يشجع الأهلي مثل أي مشجع عاشق للفانيلة الحمراء. بعد اعتزاله كرة القدم اتجه علاء إبراهيم للتدريب، يتنبأ له الكثيرون بمستقبل ظاهر ليواصل تألقه مع الساحرة المستديرة، لكن من خارج الخطوط. أهلا بكم من جديد، وتاريخ كبير ونجم كبير كابتن علاء. البداية كانت في صعيد مصر. يعني البداية كانت في نادي المنيا، طبعا نشئ نادي المنيا بيتي. الحقيقة يعني لعبت في المنيا 15 سنة 16 سنة، لعبت فريق أول بعدها من 16 سنة وأنا بلعب فريق أول، لعبت حوالي 4-5 سنين درجة أولى في الصعيد. السنة اللي احنا صعدنا فيها للدوري الممتاز الحمد لله يعني جيت النادي الأهلي. الصعيد وأنا راجل من الصعيد الأمور فيه صعبة شوية، وحتة أنك تمارس رياضة مش سهلة مع يعني صعوبة الحياة ومع انشغال الناس في أعمالها وفي حاجتها. أنت إزاي فكرت أنك تلعب كورة وكملت في الكورة، وهل كان حلمك أنك تيجي النادي الأهلي، ولا الموضوع تم إزاي؟ هو يعني مش حلم يعني كبير كان بالنسبة لي أن أنا بلعب كورة، بس هو ده الطبيعي بتاعنا. يعني كان إحنا من بلد أرياف ومعظم الناس كانت بتلعب كورة، الدنيا كانت
يعني اسهل من كده بكتير من دلوقتي بكتير. كان في اماكن طبعا اسهل بكتير طبعا. بنلعب في اي مكان، بنلعب اي حته واسعه كنا بنلعب فيها. الحقيقه كان في مش هنقول جورن على راي السعيد، كنا بنلعب في الجورن كده بالظبط، في الجورن بالظبط كده. لعبت فيه كتير بقى، يعني ساعدني كتير الحقيقه، يعني اهل بلدي كتير قوي لان انا كنت صغير في السن وهم كانوا كبار. الحقيقه كان والدي يعني كان بيلعب معاهم قبل كده يعني، فانا طلعت بس والدي يعني كان عايش في المحافظه بس انا كنت عايش في القريه يعني، فلعبت معاهم يعني الحمد لله كان عندي يعني شويه مهاره شويه، بديت العب معاهم. الحقيقه اكتسبت خبرات كتيره جدا من وانا صغير، اتعودت ان العب مع سن اكبر مني. لما رحت ناشئين نادي المنيا لعبت كل يعني 16 سنه. كان زمان الناشئين كان يا زوج يا فردي، يعني 16 18 20 او 17 19 او 21. فكنت بلعب 16 و18 و20، السنه اللي بعدها 17 19 21 وهكذا لحد كنت بلعب ناشئين. حتى يمكن ده فرق معايا شويه في حته التمرين، ما كنتش بحب التمرين شويه لان انا كنت دايما ماتشات، يعني الاسبوع كله بالنسبه لي كان ماتشات. طلعت فريق اول، بديت ان انا العب معاهم الحمد لله، يعني كان الطلعه بتاعتي برده كانت مساعداني شويه بشكل كبير. كنت انا يعني بلعب راس حربه، كنت هداف، فرقت مع الفرقه، كنت سن صغير، كنت بجيب اجوان يعني في السنه كنت ممكن اجيب 23 جون 25 جون في السنه. حتى السنه اللي احنا صعدنا فيها في الدوري الممتاز جبت 23 هدف، يمكن كان مسكنا كابتن حسن شحاته السنه اللي احنا صعدنا فيها الدوري الممتاز. فبديت بقى يعني امشي الخطى سريعه شويه لحد ما صعدنا الدور الممتاز الحمد لله، وكان جالي اكتر من عرض الحقيقه، كان جالي الزمالك والاسماعيلي والمصري. هنتكلم في التفاصيل دي، لكن الوالد كان ليه دور كبير جدا انك تلعب كره قدم ويبقى ليك شكل في كره القدم. شوف هو مش مساله الوالد، يعني انا يعني والدي بحكم الظروف ما يعني ما كانش يعني مستديم معايا في الاقامه يعني عشان يعلمني او يقول لي او يحببني في الكوره ولا حاجه، بس هي كانت يعني حاجه يعني حاجه كنت بحبها الحقيقه. انا كنت من الناس اللي انا بحب كره القدم، مش انا بس، كان ناس كتيره جدا على فكره. كان الصعيد مليان مواهب ومليان لعيبه زينا واحسن مننا بكتير. شايف ان في لعيبه ما خدتش حقها او ما بتاخدش حقها في الصعيد، والصعيد فيه مواهب كبيره؟ طبعا طبعا، مواهب احسن مننا بكتير. يعني انا السنه اللي انا روحت فيها النادي الاهلي ما انا ما كنتش افضل من ناس كتير يعني، وفي ناس ما راحتش انديه كبيره. يمكن بذكر دايما انا كان يمكن من جيلي بالظبط في الناشئين ومن سني كان ابراهيم صدي اخو كابتن حماده صدي. ابراهيم صدي في الكوره يعني حاجه يعني الحقيقه عاليه جدا يعني. يمكن انا شفت اللي قريب منه شويه كان ابراهيم سعيد شويه، لكن هو كان اعلى برضه، اعلى كسلوكيا واعلى تمرين، اعلى من كابتن حماده صدي بكتير بكتير جدا. كابتن حماده يعلم الكلام ده، وما كانش ليه حظ يعني، ما خدش فرصته ما كانش ليه حظ، ما طلعش من مني. فهي الكوره بتبقى يعني توفيق، بتبقى نصيب، بيبقى رزق، ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون حاطط رزق اخواتك بقى، حاطط قرايبك في رزقك، فهو ده اللي بيبقى التوفيق، وربنا بيسهل يعني. ربنا بيكرم والكل مجتهد نصيب طبعا. كابتن علاء، المنيا وطلعت الدوري الممتاز وكان معاك كابتن حسن شحاته، جالك اكتر من عرض زي ما بتقول. انا جالي الزمالك وجالي المصري وجالي الاسماعيلي، وطبعا كان النادي الاهلي الحقيقه. يمكن كان موقف طريف جدا، الله يرحمه كابتن ثابت، يعني كان ليه دور في ان انا ابقى متواجد الحقيقه في النادي الاهلي. كان اللي هو على مالد مدير عام للزمالك وعضو مجلس اداره تقريبا حاليا او قبل كده يعني، كان ماسك عندنا في المنيا في موقف يعني مكان حساس كده زي امن دوله امن عام حاجه زي كده يعني. فالمهم ان انا كان لعيب عندنا حارس جون بتاعنا كان ظابط، فبعته لي جابني من البلد من البلد وبين المنيا ساعه، قال له هات لنا اللعيب ده وتعالى. لا لازم تجيبه لي. بالظبط كده. وطبعا قال لي ما تخشش المديريه، ميري ما تخشش المديريه. فجالي هشام اسمه هشام السيد، قال لي قلت له هشام، قال لي بص ما ينفعش اخش المديريه التي لازم تجيب ما تحرجنيش وده تكليف. بالظبط. رحت اللي هو على ميلد طبعا في المديريه، وكان الحقيقه كان متابع دايما لماتشاتنا في ومحب دايما على فكره، هو صديق عزيز ليا طبعا بالنسبه لي، اب يعني بحبه على المستوى الشخصي يعني سياده اللواء. المهم رحت هناك المكتب، قال لي ده الزمالك عايزك وتمضي وتخلص. قلت له ماشي. امتى؟ قال لي بكره. المهم كلم، كانت تقريبا كمال درويش كان اللي ماسك النادي، دكتور كمال، قال له خلاص هبعت لك العقود بكره وتمضيه ونخلصه. قال له ماشي. قال لي خلاص تجي لي بكره. نزلت رحت مكلم كابتن ثابت،
طبعا كان الموبايلات لسه طالعه جديد، طبعا ما كانش عندنا حاجه في المنيا موبايلات يعني. كلمت بالتليفون من السنترال العمومي، قلت له يا كابتن حكيت له الموضوع كذا كذا كذا، قال لي ما تروحلوش، قلت له ما اقدرش. قال لي قلت له ما اقدرش ده لواء هيجيبني من البيت. قال لي يعني قلت له ما البوكس هيستنى قدام البيت، اركب اركب. قال لي طيب اسكت بكره هحل لك الموضوع. فعلا بعدها ما بعتليش اللواء، ست اللواء ما اعرفش ما بعتليش ليه بقى. بعدها كابتن ثابت كان مسيطر برضه الله يرحمه، جه بعدها بقى بعت لي الشيك بال 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 بالاستغنى بقى، وخلصت الاستغنى ورحت النادي الاهلي. بس انا يعني كان ميولي الحقيقه الصعيد معظمه، يعني لو صعيد مثلا هقول 100% هتقول مثلا 90 95% اهلاويه، ميولهم اهلاويه. لو احنا قلنا مثلا حته القناه هتلاقي برضو يعني منقسمه، لكن الصعيد لا مميز بان هو اهلاوي يعني حوالي 90%. فانا كان ميولي دايما النادي الاهلي الحقيقه، فكنت بحب النادي الاهلي. عشان كده برضو لما اللواء علاء قال لك تعالى ما استعجلت، يعني انت برضو ايه رحت وقابلته، لكن طيب لما نشوف كده يعني لغايه ما تشوف الناحيه الثانيه. لا هو انا قابلت غصب عندي. اللواء ست اللواء علاء ميلت كان يعني حاجه كبيره جدا عندنا في المنيا طبعا، ويعني هو كان يعني بصراحه يعني بالنسبه لي كان يعني مش عايز اقول صاحب، ان هو كان بالنسبه لي اب ورمز كبير يعني لحد هذه اللحظه. الحقيقه علاقتي بيه محترمه جدا، وهو راجل محب جدا يعني، لكن الحقيقه هو يعني كان في موقفه لا ما نقدرش نقول له لا. الحقيقه السعيد ليه طباع خاصة وليه كده أخلاقه الخاصة، ودايما الريف والكرة ليها والنجوع ليها طباع خاصة، فأكيد كانت في فرحة كبيرة جدا في البلد إن نجم من البلد هيلعب في النادي الأهلي. يعني شوف يعني كانت حاجة كبيرة جدا يعني، طبعا احنا يعني عندنا في السعيد إن أنت تلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي، خصوصا يعني بس يعني برضو اليومين دول الدنيا يعني القنوات قربت كتير قوي من الانديه. اه بالظبط. يعني انت ممكن تفتح التلفزيون تلاقي ماتش الاسيوطي والنصر. ما كانش فيه الكلام ده طبعا، يا ماتشات اهلي وزمالك اللي كانت بتذاع بس 97 و98 بس. اه طبعا. الحقيقه كان هم دول الانديه اللي هم كانوا يعني بيذاع لهم مباريات، فبالنسبه لي الحقيقه كان حلم كبير جدا اتحقق. الحقيقه بلدي اسمها قصر هور مركز ملوي وسط المنيا. كان فرحة عارمة جدا الحمد لله. يعني يمكن كان قليل جدا حد كان ممكن يحلم ان هو حتى يلعب دوري ممتاز. احنا كان عندنا نادي المنيا نادي المحافظة، هو ده حاجة كبيرة جدا بالنسبة للشباب في المنيا يعني. لكن كان فضل ربنا الحمد لله سبحانه وتعالى عليا كبير ان انا يوفقني وان انا اروح خطوة كبيرة مهمة جدا في حياتي، فرقت الحياة في حياتي كلها لحد هذه اللحظة في ان انا قاعد معاك هنا. طبعا النادي الاهلي فرق معايا، ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب من اسباب ان انا يعني اخد قسط كبير من النجاح الحمد لله فضل الله. وانت تستحق موهبه كبيره ونجحت مع النادي الاهلي وقدمت بشكل كبير جدا، وكان لك وجود مع جيل كبير جدا واسماء لامعه جدا، لكن ركبت القطر او ركبت عربيتك وجيت على النادي الاهلي. جيت في قطر ولا في عربيه؟ لا ما كانش في عربيه ولا حاجه. قطر. احنا ما ركبناش عربيه لما جينا النادي الاهلي الحقيقه، لكن ركبت القطر يعني جبت قطر كده، ويعني حتى ما يعني ما كنتش اعرف اجي النادي الاهلي لوحدي يعني، كان دايما كنت اجي القاهره، كان معسكرات ماتشات، معسكر ماتش مثلا يوم